ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ عملت لكم الفتة المصري اللي على اصولها، اللي بصلصة الخل والثوم. يلا حبايبي تابعوني واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. لسلق اللحمة، مية بتغلي وهحط لها ورق لورا وبصل رباع، ومعايا هنا عصير طماطم. مية سلق اللحمة بتغلي، معايا بقى هنا اللحمة موز هسلقها دلوقتي، وواخدة بقى ماسورة كده جميلة من الجزار، دي هتخليلي بقى الشوربة بقى ايه جميلة، احلى شوربة تشربيها بالمواسير دي. يعني خليكي كده لما تيجي تعملي فتة، يا ريت لو لقيتي الماسورة دي عند الجزار خديلك واحدة وحطيها في الشوربة، هتطلع معاكي احلى شوربة. يلا نسمي اللي بقى ونحط اللحمه في الشوربه. ادي اللحمه بعد ما نزلتها في ميه السليق، ضروري والله العظيم لما تيجي تعملي حاجه زي كده فته وعايزه تشربي شوربه حلوه بتاعه اللحمه، هاتي الماسوره من عند الجزار، ضروري يعني تجيبي منه على طول ماسوره كده وانت بتجيبي لحمه عشان تطلع لك احلى شوربه تشربيها انت واولادك، حلوه العظمه. يلا بقى نسيبها بقى ونغطي عليها ونسيبها تتسلق عشان نذوق احلى لحمه واحلى شوربه. بعد ما غليت نص ساعه ازود لها بقى فلفل اسود واحط لها الملح. بعد ما حمرت الثوم كده في السمنه هنزل بقى بطشه الخل. بسم الله. هنزل بقى عليها بالطماطم اللي انا عصرها، هقلب دلوقتي كويس الطماطم بعد ما نزلتها على الدقه بتاعه الثوم والخل اللي حمرتهم في السمنه، واغطي عليها بقى واسيبها تستبك. لما خليت العيش معايا محمص كده ومقرمش كده وجميل، هنزل عليه بقى بالصلصه بقى اللي انا عملتها دلوقتي وسبتها تستبك وطفيت عليها. هنزل بمعلقتين صلصه كده تخلي طعم العيش معايا جميل. هقلب كده العيش بالصلصة، هخلي كل حتة في العيش كده فيها طعم الصلصة اللي بتخلي والثوم، عشان تبقى طعم الفتة جميلة كل حتة فيها طعمها حلو كده. العيش بعد ما حمصته بالسمنه وحطيت عليه كبشتين صلصه من اللي انا عاملاه، هنزل بقى بالرز بقى عشان نغرف معانا طبق الفته الجميل اللي انا عاملاه. هوزع عليه الرز بقى وارجع لكم. وزعت الرز يا حبايبي، دلوقتي بقى هنزل بقى بالصلصه الجميله اللي انا عملتها بتاعت الخل والثوم. هحط الصلصه دلوقتي وارصها كده كويس، هدي كل حتة في الجناب كده عشان كل اللي ياكل معلقة يدوق منها. وهرص بقى اللحمة، نرص بقى عليها بقى اللحمة المحمرة. يلا يا حبايبي بألف هنا وشفا يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.